السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيطرة على آبار الحفر الويل كونترول كورسز. وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان ويل بور باريرز. وات ار باريرز؟ هسه نجي تعريف الباريرز. هو اي شيء او وسيلة او اداة تمنع مواعيد تكوين الغير مرغوب فيها من الجريان من تكوين الى اخر او الهروب الى السطح. هسه هاي المواعيد غازات سوائل. طبعا موقع الباريرز قد يكون في التوب سايد مثل الفالفز بلاكس بي او بيز، او قد يكون داون هول مثل ميكانيكال بلاكس كولوم اوف فلودس. وات ار ويل باريرز انفلوب؟ تعريف الويل باريرز انفلوب يعني انه مزيج من واحد او اكثر من الويل بارير اليمنتس من عناصر الباريرز اللي تشكل معا طريقة لاحتواء المواعي داخل البئر اللي تمنع المواعي غير المسيطر عليها من الدخول الى تكوين اخر او الهروب الى السطح. وقد يكون هو مزيجا من الهيدروستاتيك وحواجز ميكانيكية ميكانيكال باريرز. مثل ما اتفقنا كل بارير مستقل عن الاخر يعني independent، حتى اذا فشل احدهما لا يؤثر على البقية. طبعا موقع وحالة جميع الباريرز يجب ان تكون معلومة في كل الاوقات لجميع الاشخاص المشاركين في عمليات البئر. وكذلك تقييم المخاطر الريسك اسيسمنت يجب ان ينفذ لجميع الباريرز الموجودة في داخل البئر ضد جميع الاحتمالات اللي ممكن تكون مرافقة لعمليات البئر. اذا كحد ادنى لابد انه تكون عندي في البئر في كل وقت مينيمم 2 باريرز. وطبعا تيست ان بليس تفحص في المكان، طبعا independent باريرز. In which direction is the barrier test؟ طبعا فحص البارير يجب ان يكون باتجاه الجريان من البئر. لابد انه نفحص سلامة البارير الانتجريتي قبل استخدامه في البئر، وعندما نلاحظ حدوث ليك اثناء الاستخدام. طبعا اي فحص يجب ان يوثق ويكون مقبول من جميع الاشخاص المخولين، يعني يكتب اسم الشخص وتاريخ الفحص ونوع الفحص واختبار الضغط والمواعي اللي استخدمناه بالفحص وحجم المواعي اللي ضخيناه، ولابد انه ثبات الضغط على الاقل 10 دقائق. حجم المواعي اللي ضخيناه ولابد انه ثبات الضغط على الاقل 10 دقائق بدون حدوث تسرب مرئي فيزيبل. ما ممكن قبول اي نتائج فحص بدون وجود توقيع، وهذا الشيء جدا مهم. والفحص تيست ان بليس. Classification of barriers، تصنيف الباريرز. اولا primary barriers وعندنا secondary barriers. اولا primary barriers هذا يمثل خط الدفاع الاول للسيطرة على الضغوط، يعني الهيدروستاتيك برشار اكبر من الفورميشن برشار خلال عمليات الحفر والاكمال. هذا خط الدفاع يتوفر بواسطة الهيدروستاتيك برشار يعني سائل الحفر. اما السكندري باريرز هذا يمثل خط الدفاع الثاني للسيطرة على الضغط، وعادة يتوفر بواسطة المعدات الميكانيكية ميكانيكال اكويبمنتس مثل معدات السيطرة على البير بوبس وبلاكس وفالفز وكريسمس تري وسب سيرفيس سيفت فالف وكيسينج وسمنتينج وباكار. طبعا نستخدم خط الدفاع الثاني عندما يفشل خط الدفاع الاول. مثل ما قلنا خط الدفاع الاول هو طين الحفر، اما خط الدفاع الثاني هو البوبس مثل رام بريفنتر او انيولار بريفنتر او شير بلايند رام او فول اوبن سيفتي فالف او اي بي او بي او درول بايب شوت فالف. وطبعا عندنا نوع ثالث اللي هو تيرشري بارير. هنا اذا فشل خط الدفاع الثاني عندي خط دفاع ثالث. امثلة على ذلك underground blowout او excessive casing pressure او severe loss circulation ممكن ان يقود الى ترك البئر جزئيا او كليا. طبعا حسب الظرف وحسب الحالة ممكن يكون الحل هو البارايت بلاكس او السمنت بلاكس.
testing of mechanical barrier، طبعا فحص البارير الميكانيكي، واولا نعد البوزيتيف تيست، ثانيا نعد الانفلو تيست. طبعا البوزيتيف بريشر تيست يطبق ضد اتجاه الجريان لنفحص سلامة البارير الانتجريتي حتى لو انه البوزيتيف بريشر تيست ناجح. طبعا الويل بور اليمنت يجب ان نضمن انه يحكم او يمنع التسرب في كلا الاتجاهين. الانفلو تيست يطبق بواسطة تقليل الضغط لنتأكد من سلامة البارير بواسطة ضخ طين كثافة قليلة، طبعا سوف أتناوله في حلقة قادمة إن شاء الله. إذا فشل البارير يجب أن يصلح أو يستبدل، يعني ما ممكن استئناف العمل إلا أنه نتأكد من سلامة وكفاءة البارير حتى ننتقل إلى خطوة أخرى. طبعا هنا عندي figures examples of barriers، عندي أمثلة على الباريرز، وعندي في جهة اليسار أمثلة على الباريرز خلال عمليات الحفر، هو عندي طين الحفر الدرولينج ماد. أما في جهة اليمين الباريرز during in a completed wheel، الباريرز اللي عندي في آبار الإكمال، عندي أولا البرودكشن كيسينج، وعندي ثانيا side outlet valves، وعندي ثالثا tubing head، وعندي رابعا الكيسينج هيد هاوزينج. البارير اليمنت تو بريفنت فلو فروم توب اوف باكر، طبعا هنا عندي باكر وعندي البارير اللي تمنع الجريان من قمة الباكر، وعندي هنا اولا الداون هول سيفت فالف، وثانيا التيوبينج هانجر، وثالثا الابر ماستر فالف. بهذا الشكل هنا عندي، هنا عندي فيجر in the production wheel schematic shown opposite identify the main barrier elements envelope that prevent annulus flow 5 answers. هنا عندي مخطط بئر انتاجي والمطلوب يقول لي حدد البارير element الرئيسية الانفلوب اللي تمنع الجريان بالانيولاس، يعني فقط السيطرة بالانيولاس، ونعطيني 7 اوبشنات. اولا التيوبينج سبول اوتلت فالفز، نعم صحيحة. ثانيا التيوبينج هانجر هانجل سبول، وثالثا برودكشن تيوبينج، ورابعا باكر، خامسا برودكشن كيسينج ابوف ذا باكر. طبعا اما الاجابات غير الصحيحة الويل فلودس اللي موجود هنا، وثانيا الكريسماس تري. الاجابات غير الصحيحة اولا عد الويل فلودس، وثانيا الكريسماس تري. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم في حلقات قادمة ان شاء الله.